قبل العيد كان مجلس الوزراء اعلن ان حضرتك هتفتتح مستشفى طنطا الجامعي. ايوه. لكن حتى الان لم يقم السيد رئيس مجلس الوزراء. انا ومش هفتح. الله عليك، ليه بقى؟ مش هفتح الا لما اضمن ان اللي جرى في سموحه ما يتجررش في طنطا. انا صريح يا فندم، وانا لسه حضرتك انت بتكلمني وانا لسه دلوقتي قاعد مع مجموعه من اساتذه الدمرداش. انا رحت الدمرداش وشفت الوضع في الدمرداش، والحقيقه احنا عندنا مشكله. المشكلة ايه؟ ان احنا عندنا امكانيات محدودة والكفاءة المفروض ما تبقاش محدودة. النهاردة واحنا قاعدين بنتكلم على الدمرداش، المباني، التبرعات، فانا قلت لهم لا عايزين مباني ولا عايزين تبرعات، احنا عايزين تشغيل. النهاردة المشكلة ايه؟ ما عندوش فلوس يجيبوا مريضات، ما عندوش فلوس للمنظومة الامنية، ما عندوش فلوس للنظافة المستشفى. لو كان معانا الدكتور علي جمعه قلت له احنا عايزين نعمل حاله في البلد ازاي نشغل اللي عندنا، لان انا مش شطاره ان انا اروح افتح مستشفى وافاجئ ان انا ما عنديش ممرضات. مثل ما جرى في مستشفى طوارئ الاسكندريه. علما ان ما جرى في مستشفى طوارئ الاسكندريه انا اللي اكتشفت ان من المتابعه ان بعد ما فتحته انه لم يكن هناك الصف الكامل، وبالتالي انا حضرتك طبعا انت تابعت التحقيقات وتابعت القرارات اللي اتخذناها. ما احنا لن نسمح باي نوع من التهريج. بس عارف حضرتك زي ما عرفنا ان مستشفى الجامعي في طنطا ده متكلف حوالي 3 مليار جنيه. ليه يعني؟ هو ارقام يعني بالاجهزه يمكن في حدود اللي احنا بنكمل المنظومه. هم دلوقتي هم مدين. طب هو واقف على ايه؟ ما علشان اهالي هو واقف على صف، على ان انا اضمن ان الممرضين موجودين، ان عمال النظافه موجودين، ان الامن موجود، ان يعني عارف. نعم. لسه الصف ما كملش، لان لما بتفتح حاجه ما ينفعش ان حضرتك تفتحها صح وتتقفل، خاصة او تفتحها حضرتك رئيس حكومه مصر، يعني ما ينفعش. او تفتحها وتقول انا فتحت جزئي، هشغل دورين. وده اللي انا بعمله الحقيقه.